لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم يا ضيوف الرحمن في حصة جديدة من حصص تقديم دروس مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. كنا قد تحدثنا في حصة سابقة عن الطواف، بينا حكمه وبينا فرائضه وبينا واجباته وبينا شروطه وبينا كيفيته وبينا ما قد يحدث للطائف من انتقاض للوضوء أو حضور صلاة فريضة أو نافلة كيف يتصرف. وبعد أن أتم الطائف طوافه بنيته التي ينبغي أن تكون جازمة، لأن الطواف كله سواء ولا يختلف فيه إلا النية، فهذا يطوف طواف قدوم وذاك يطوف طواف عمرة وآخر يطوف طواف إفاضة والآخر يطوف طواف تطوع وآخر يطوف طواف وداع، الذي يختلف بين كل أنواع الطواف هو النية، فاستحضروا النية قبل أن تشرعوا في الطواف. وبعد أن يتم الحاج طوافه بشروطه كما بيناها، ويصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ويدعو الدعاء المأثور، سيتوجه عندئذ إلى بئر زمزم. وما أدراك ما ماء زمزم؟ هذا الماء المبارك الذي جعل الله نبعه معجزة وخارقة باقية إلى يوم الناس هذا، وستبقى إلى أن يشاء الله تعالى. كلنا يعلم قصة نبع هذا الماء المبارك، حين أمر الله تعالى خليله إبراهيم أن يحمل زوجته هاجر وابنها إسماعيل الذي رزقه على الكبر بعد بلوغه سن 80، أمره الله تعالى أن يحمل زوجته ووليده إلى واد غير ذي زرع كما ذكر الله تعالى، فجاء بهم من الشام من القدس من فلسطين إلى هذا الواد المقفر الموحش، وترك هاجر وابنها وولى راجعا. فسألته هاجر الموقنة بعطاء الله تعالى: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلم يجبها إبراهيم، لأنه يطبق أمر الله تعالى في خضوع ويقين ولا يعلم الحكمة ولا يعلم المآل. فكررت السؤال: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يجبها. في الثالثة: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لم يجبها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأومأ إليها برأسه، فقالت: هذه المرأة الموحدة، هذه المرأة المؤمنة، اذهب إذن فلن يضيعنا الله. الله أكبر على يقين الموقنين وعلى توحيد الموحدين وعلى صدق الصادقين. رجع إبراهيم عليه السلام إلى الشام وترك زوجه وابنه وحيدين بواد غير ذي زرع، وما لبث أن نفد الزاد ونفد الماء الذي معهما، فاحتارت هاجر، وكان إسماعيل يبكي وسط الوادي، أم وحيدة مع رضيعها، مؤمنة موقنة في عطاء ربها، لكنها أينما نظرت وأينما جالت ببصرها
لا ترى إلا الجبال، ولا ترى إلا الصخور الصماء، ولا ترى إلا الرمال السوداء. يا إلهي ماذا تصنع هاجر؟ إنها بإيمانها ويقينها لم تستسلم ولم تيأس. فرقت هاجر مسرعة فوق صخرة الصفا، جبل الصفا، وهي تستشرف هل من قادم، هل من قادم، هل من قافلة تأتي من هذه الناحية أو من تلك، فلم تجد. فنزلت من فوق الصفا لتجري في وسط الوادي وتهرول، ثم تصعد على جبل المروة تستشرف هل هناك من يأتي، هل هناك من يغيثها. وكانت إذا نزلت إلى بطن الوادي سمعت بكاء إسماعيل، فهرولت في بطن الوادي فيما يعرف الآن ما بين الميلين الأخضرين. وهكذا كان سعي هاجر سبعة أشواط. بدأت سعيها بالصفا وأتمته على المروة، وهي على المروة إذ بإسماعيل يسكت وينقطع عن البكاء. نظرت هاجر فإذا بالماء يتدفق من تحت أقدامه عليه السلام. نزل جبريل عليه السلام بأمر الملك الديان الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ضرب بجناحه الأرض فتصدعت صم الجبال، ونبعت عين زمزم وماء زمزم الشريف. نظرت هاجر إلى الماء يتدفق من تحت أقدام إسماعيل عليه السلام فقالت زم زم زم، أي كأنها تنادي الماء أن يكف عن الفوران والجريان حتى لا يجرف رضيعها. وفي هذا الشأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله هاجر، لو لم تقل زم زم لكانت زمزم عينا ونهرا جاريا إلى يوم القيامة، فتبارك الله أحسن الخالقين. ماء زمزم إنه آية عظيمة معجزة أيها المشاهدون الأفاضل. انظروا إلى هذا السر، هذا الماء الذي إذا حلله العلماء اكتشفوا أنه يحتوي على كل الخاصيات الغذائية، إنه ماء مبارك. نعم، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: زمزم شفاء من كل داء؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: هو شفاء طعم وشراب سقم؟ إنه شراب طعم وشفاء سقم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب من ماء زمزم كان يقول: اللهم إني أسألك به علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. وكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يدعو إذا شرب من ماء زمزم فيقول: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب من ماء زمزم حتى نتضلع، ومعنى حتى نتضلع أي حتى تمتلئ أضلاعنا. نشرب على ثلاث مرات وننوي به الشفاء، وننوي به البركة، وننوي به الهداية، وننوي به الستر، فكل ذلك جائز ومقبول. ومن السنة في ماء زمزم أن تشرب منه وأن تصب على رأسك وأن تصب على مواضع تؤلمك من جسمك، فهو شفاء من كل داء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا إخوة الإيمان، بعد أن أتممتم الطواف وصليتم الركعتين خلف مقام إبراهيم، وبعد الدعاء، وبعد الشرب من ماء زمزم، وبعد استشعار فضل الله تعالى الذي كما أكرم هاجر وكما أكرم إسماعيل وكما أغاثهما وحماهما، فاستشعر أنك أهل للفضل وأهل للمكرمة، وأن الله سيقبل منك وأن الله سيعفو عنك. لكن ادعو بيقين، الله تعالى يحب دعاء الموقنين. هاجر كانت موقنة بالله تعالى، فكان العطاء على قدر اليقين.
على قدر يقينها في الله وعلى قدر ثقتها بالله أعطاها الله تعالى هذا الماء الذي جعله سبباً للشفاء وسبباً للري وسبباً للبركة، وهو إلى يوم الناس هذا باقٍ كمعجزة خالدة وكمعجزة خارقة وكسبب من أسباب الحياة في تلكم البقاع المقدسة. إذا أتم الحاج شربه من ماء زمزم واستراح قليلاً فليتهيأ للذهاب إلى المسعى ليقوم بالركن الثاني من أركان الحج أو الركن الثالث من أركان العمرة. فبالنسبة للمفرد وللقارن يكون السعي الركن الثاني من أركان الحج، وبالنسبة للمتمتع يكون السعي الركن الثالث والأخير من أركان العمرة. واعلموا يا حجاج بيت الله أن السعي لا يصح إلا إذا بني على طواف واجب أو طواف ركن، ويقول بعض أهل العلم إلا إذا بني على طواف صحيح. فبعد أن أتممنا طوافنا للقدوم أو طواف العمرة نأتي لأداء السعي إلى السعي بين الصفا والمروة الذي هو الركن الثاني من أركان الحج كما أسلفنا الذكر، أو هو الركن الثالث من أركان العمرة كما أسلفنا الذكر. فما معنى السعي؟ السعي لغة هو المشي الحثيث، والمقصود به اصطلاحا السعي أي الطواف والمشي بين صخرتي الصفا والمروة، والأصل هما جبلان، جبل الصفا وجبل المروة، وهذا السعي بين الجبلين هو ركن من أركان الحج وهو ركن من أركان العمرة، وليس في السعي تطوع. في الطواف نعم هناك تطوع، أما في السعي ليس هناك سعي تطوع. وأما قول الله تعالى في كتابه العزيز إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. المقصود بالتطوع هنا التطوع بالحج مرة بعد مرة، والتطوع بالعمرة مرة بعد عمرة. إذن لا يكون السعي إلا مرة للحج أو للعمرة ولا تطوع في السعي. هذه بعض البيانات التي قدمناها حول السعي بين الصفا والمروة، وسنزيد بعون الله تعالى في الحصة القادمة الأمر وضوحا حين سنتكلم بمزيد من التبسيط، وسنقوم بعملية السعي قياما بتطبيق بصورة أكثر وضوح ودقة. والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم وأن ييسر لنا ولكم وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن على موعد من خلال هذه الحصة مع السعي بين الصفا والمروة الذي هو الركن الثاني من أركان الحج والركن الثالث من أركان العمرة. وقبل أن أشرع في تطبيق السعي بصورة عملية وددت أن أقدم لكم بعض البيانات، فهذا الذي تشاهدونه هو مثال مصغر للمسعى المبارك حتى نقرب إلى أذهانكم الصورة. هذا مثال مصغر. أولاً أعطيكم بعض البيانات. المسعى ما بين الصفا والمروة على هيئته الحالية الآن طوله، طول المسافة كاملة 394 متر تقريباً، عرضه حوالي 40 متر بعد التوسعة الأخيرة. والمسعى في الطابق الأرضي أو الطابق الأول أو الثاني أو الثالث
كل ذلك جائز وكل ذلك له دليل وأصل في أقوال العلم. السعي يفتتح دوما بالصفا وينتهي عند المروة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سعى: نبدأ بما بدأ به الله تعالى، والله تعالى قال في كتابه العزيز: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن وجوبا يكون السعي انطلاقا من الصفا وانتهاءا عند المروة، ووجوبا يكون سبعة أشواط، ولا يشترط الوضوء في السعي كما يشترط في الطواف، إنما يستحب ويندب. وهذه الأعمدة الخضراء التي تشاهدونها نرمز بها إلى الميلين الأخضرين، واليوم في المثال الأصلي نجد أضواء خضراء في السقف في المسعى تشير إلى الميلين الأخضرين، والميلان الأخضران هما مكان بطن الوادي فيما كان يعرف بين جبل الصفا وجبل المروة. وأود أن أشير إلى مسألة أخرى، كان في الجاهلية لأهل الجاهلية كان لهم صنمان، صنم اسمه إيساف وصنم اسمه نائلة، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة ويتعبدون لهذين الصنمين. فقال بعض المؤمنين بعد نزول شرائع الإسلام: كيف نطوف ونفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية؟ فنزل قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويجوز للساعي بين الصفا والمروة أن يستريح قليلا إذا أحس بالإرهاق والإعياء والتعب، كما يجوز له أن يشرب ماء، وإذا حضرت صلاة فريضة وهو يسعى فيصلي في موضعه ومكانه. كيفية السعي: يتوجه الحاج إذن بعد أن أتم شربه من ماء زمزم إلى المسعى، ويدخل من جهة الصفا. وسأحاول الآن أن أقدم لكم صورة تطبيقية للسعي بين الصفا والمروة في شوطين على الأقل حتى أقرب الصورة إلى أذهانكم. طبعا من سيدخل إلى المسعى فهو محرم، ليس كما هو حال الآن أرتدي الثياب، يكون محرم على إثر طوافه. يتوجه المؤمن إلى نهاية ساحة الطواف، وهناك إشارة وهي العلامة الضوئية الخضراء، وتجدون يعني معلقات تشير إلى الصفا، فتدخلون حتى تصلوا جهة الصفا، فتدخلون حذو صخرة الصفا وسط المسعى. المسعى به ممر للذهاب وممر للإياب، وتتوسطه ممرات للعاجزين الذين يسعون على العربات المتحركة. يتأخر الحاج ويتوجه صوب الكعبة المشرفة، وتبرز الكعبة المشرفة من هنا من فوق الصفا، ولكنها لا تبدو من فوق المروة، وإن شاء الله تعالى في هذه التوسعة الجديدة ستصبح الكعبة ترى للمؤمنين وللساعين من فوق المروة. ينوي الحاج سعيه، سواء كان سعي للحج أو سعي للعمرة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الكعبة الشريفة فيرفع يده عند بعض أهل العلم ويهلل ويكبر ثلاثا، ثم يبدأ بسعيه وهو ينزل إلى وسط الوادي. وأول ما يبدأ به الساعي أن يقرأ الآية، كأن يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول هذه الآية وهو يمشي هكذا، فإذا أتم الآية يفتتح الدعاء، يدعو بما شاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار. حتى إذا وصل الساعي إلى العلامة الخضراء بداية الميلين الأخضرين يهرول الرجال دون النساء،
يهرولون ويقولون الذكر الوارد وهو كهكذا، سأقدم لكم الصورة: رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم، وإنك علام الغيوب. حتى إذا وصل الحاج إلى الميل الثاني يتوقف ثم يسير سيرا عاديا، ومن كانت معه زوجته أو أمه أو أخته أو رفيقة من المؤمنات يسير على قدر مسيرها، ثم يواصل ماشيا صوب المروة وهو يدعو ويبتهل إلى الله تعالى. فإذا وصل إلى المروة يستدير صوب الكعبة ثانية فيرفع يده ويهلل ويكبر ثلاثا كما أسلفنا، ثم يعاود نزوله وعودته نحو الصفا. فمجيئه من الصفا إلى المروة هذا شوط، وعودته من المروة إلى الصفا شوط ثان، يفعل ما فعله في سعيه الأول من الدعاء ومن الهرولة بين الميلين الأخضرين، ثم الدعاء إلى أن يصل إلى الصفا ثانية فيستدير ويهلل ويكبر. وهكذا يبدأ من الصفا لينتهي سعيه مع الشوط السابع على متن المروة، وبذلك يكون قد حقق 4 وقفات على الصفا و4 وقفات على المروة. فمن أتم وقوفه الوقوف يعني الرابع على المروة وأتم بذلك سعيه، عندها يخرج من المسعى من أي ناحية يستطيع صوب المسجد الحرام، ثم يتوجه إلى القبلة ويكثر من الدعاء. الدعاء مستجاب أيها الحجاج الميامين، ادعوا الله بالقبول، ادعوا الله بالستر والسلامة، ادعوا الله بالعفو والغفران، ادعوا الله بالأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد الإسلام والمسلمين، ادعوا الله أن يثبت أمتنا وأن يقوي أمتنا وأن يوحد أمتنا، ادعوا الله بخيري الدنيا والآخرة. فإذا أتم الساعي سعيه، فلننظر الآن، عندنا 3 أنواع من الساعين. عندنا ساع اسمه متمتع، وساع اسمه مفرد، وساع اسمه قارن. فماذا سيفعل المتمتع، وماذا سيفعل القارن، وماذا سيفعل المفرد؟ أما المتمتع فقد أتم عمرته بتمام سعيه، أتى بالركن الأول الذي هو الإحرام، فالركن الثاني الذي هو الطواف، فالركن الثالث الذي هو السعي، يخرج بعد تمام سعيه ليذهب ليحلق رأسه أو يقصر إن كان رجلا. أما المرأة فتقص من طرف ذؤابة شعرها قيد أنملة قد كرسوحة 2 سنتيم فقط، وتقص في بيتها ليس أمام الناس. أما الرجل فهو بالخيار، إما أن يذهب إلى الحلاق، وإما أن يقص من كامر شعره في بيته بآلة أو بمقص أو بغير ذلك، ويكون بذلك التحلل بالنسبة للمتمتع، لأن المحرم لا يتحلل من إحرامه إلا بالحلق أو التقصير. هذا بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما، السيد المفرد والسيد القارن بعد ما يكمل السعي متاعه نقول له ربي إن شاء الله يتقبل، ولكن انتبه، أنت محرم، ستبقى جنديا، ستبقى بإحرامك، ستبقى متلبسا بإحرامك، مجتهدا في إقامة إحرامك، محتاطا من محظورات الإحرام. فإن كان الوقت وقت صلاة الفريضة فننتظر، وإن كان وقت صلاة الفريضة بعيدا فيمكننا أن نعود إلى مساكننا وإلى نزل إقامتنا لنستريح ولنأكل ولنشرب ولنفعل ما بدا لنا. وهكذا يا إخوة الإيمان، أحوصل لكم: قمنا ابتداء بالإحرام، ثم بعد ذلك بالطواف، وأدينا الآن السعي بين الصفا والمروة، فماذا ننتظر؟ ننتظر يوم التروية. ويوم التروية هو يوم 8 من ذي الحجة، ذاك اليوم الذي تستعد فيه كل وفود الرحمن وكل ضيوف الرحمن للتوجه إلى منى فعرفات.
بالنسبة للمتمتع الآن سيعيش حياته عادية، يواظب على صلواته في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أي ما يعادل تقريبا بمعدل من يصلي 5 صلوات فريضة في اليوم، ما يعادل 55 سنة وبضعة أشهر أيها المؤمنون. فإياكم أن تضيعوا صلاة واحدة من صلوات الفريضة في الجماعة في المسجد الحرام. وأنصحكم هنا بالإكثار من تلاوة القرآن، وبالإكثار من ذكر الله تعالى، وبالإكثار من الاستغفار، وبالإكثار من الدعاء. فهذه فترة خلوة لكم بينكم وبين الله تعالى للعبادة وللذكر. أما المفرد والقارن فبمجرد خروجهما من المسجد الحرام يعودان للتلبية، بمجرد ما يخرج من المسجد الحرام يرجع للتلبية، وتبقى التلبية تلازمهم بالليل وبالنهار. كلما تغير حالهم، كلما تغير أمرهم من صعود ونزول ونوم ويقظة ومسير وتوقف ودخول وخروج، كل هذا التغير يتذكرون معه التلبية. فالرجال يلهجون ويرفعون أصواتهم بالتلبية، والنساء تسمعن أنفسهن فقط. ثم أوصي كذلك المفرد والقارن بما أوصينا به المتمتع، أن يكثروا من تلاوة القرآن، وأن يكثروا من ذكر الله، وأن يكثروا من الدعاء والاستغفار، وأن يكثروا من ألوان البر ومن ألوان الخير. وتذكروا الشعار الأسمى الذي رفعناه، والهدف الأكبر، أننا نرجو من الله أن نحصل الحج المبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أوصيكم بحسن المعاملة، كما أذكركم بشعار الرحلة، وهو: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إياكم والرفث، إياكم والمعصية والذنب، إياكم والفسوق، إياكم والمراء، إياكم وإذاية إخوانكم المؤمنين. كونوا سفراء خير ورحمة لبلادنا، كونوا إخوانا متعاونين، متراحمين، متباذلين، والله ولي المتقين. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وشكر الله سعينا وسعيكم، وجعلني الله وإياكم من عباده المقبولين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.